وعلى ذكر أسمهان طبعاً بيسعدني أن يكون معايا الجميلة اللي دايماً بتنور كل عمل فني بتشارك فيه أمل رزق. بقول لك مليون مبروك على التكريم النهارده. حبيبي الله يبارك فيك يا رب ودايماً معايا كده في كل حاجة حلوة. بصي أنت حبيبة قلبي فما ينفعش ما كنتش معايا. حبيبي أنا عارفة. كنت لسه بسجل مع النجم الجميل فراس إبراهيم وافتكرنا أسمهان والعمل الجامد جدا. وتعاد دلوقتي تعاد ما شاء الله. المسلسل ده يعني يمكن من الشخصيات السير الذاتية اللي اتقدمت القليلة اللي نجحت قوي وارتبطت بالناس. في رأيك إيه السر؟ هو يعني بعت انا كل عمل فني متكامل العناصر من مخرج لبروديوسر لممثلين. يعني انا مع مقوله طبعا الله يرحمه استاذ اسماعيل كتكوت كان بيقولها، كل ما يبقى الممثل الجيد في الدور المناسب وليس النجم في الدور في اي دور. انا يعني طبعا مع احترامي كل النجوم اللي لهم اسمهم وتاريخهم وبتاع انا بحترمهم على راسي، بس كل ما يبقى ممثل انكاست في مكانه فده بيرجع لمخرج ان هو بيجيب الممثل اللي يناسب الدور اللي يركب عليه الدور، وبقيه العناصر بقى الموسيقى التصويريه مدير التصوير الانتاج يبقى ضخم ممثلينك صح، فدي عناصر لاكتمال المسلسل. الباقي بقى توفيق ربنا، ده من عنده عز وجل، ده النور اللي ربنا بيكمله. يا ابراهيم والشخصيه الجباره اللي قدمتيها بكل تحولاتها الطيبة والشر في نفس الوقت، الشخصية دي ازاي قدرت تعمليها بالشكل ده؟ الأنثى الشرسة هي رأيها كانت كده، يعني دكتور رفيق صبنا الله يرحمه طبعا كنا عايزين نعمل رأيها لوحدها بقى. قال لي أمل برغم إن أنت عملتيه كويس جدا بس رأيها عندها حاجات داخلية ما نقدرش نقتحمها لأن هي عندها عنفوان جدا، كانت عندها درجة أنوثة عالية جدا فما كانتش بتعمل احترام لحق، يعني دهاء. انا عندها دهاء جامد جدا، كانت الغايه تبرر الوسيله ده نمبر 1 في حياتها، وهو ده الفكر الصهيوني الحقيقه. هي كانت بتعتنق، هي كانت يهوديه صهيونيه وليست يهوديه، يعني كانت تعتنق الدين اليهودي بس الصهيوني. بس عايزين نفرق بين اليهوديه كدين والصهيونيه كحركه سياسيه. طبعا 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 الصهيونيه مرفوضه تماما تماما، ما هو ده كان الفرق بين ما هي كانت يهوديه وليلى مراد كانت يهوديه. صحيح. بس ليلى كانت بتعتنق الديانه اليهوديه زي المسيحيه زي الاسلام ديانه، انما الصهيونيه دي لها ماسونيه يعني لها حركه لوحدها من اثارها لغايه النهارده. طبعا. طيب ليلى مسلسل الحقيقه كسر الدنيا واتعرض قبل رمضان وخلص ليله الرؤيه. ليلة وخلص ليلة الرؤية. فتقولي يعني المسلسل ده والحقيقة انه كسر قاعدة المسلسلات اللي لازم تنجح لازم تتعرض في رمضان، لا ده اتعرض خارج رمضان وحقق نجاح كبير ايضا. هو نرجع برضو لحكاية العناصر ولحكاية المخرج وكل واحد في دوره. ليلة كان بيتكلم عن كل بيت مصري، فانا اعتقدت من اول السيناريو لما جالي ان احنا محتاجين نتكلم عن بيوتنا بصدق، محتاجين نخش البيوت المصريه ونشوف المشاكل اللي كده. يعني مثلا علياء اللي هي جندوري كانت ست مصريه بتحب جوزها بتحب ولادها بس كانت نكديه وساعات كانت كوميديه، بس لما جه في منعطف في الحياه عندها لا بقى جوزها بيروح منها فقالت انا فين، بس هي لما تيجي تحلل لها شخصيتها لا هي كانت خايفه على الولاد كانت خايفه على البيت، كانت بتقول له اشتغل عشان نصرف على البيت الفن مش هياكل عيش. فدي الحاجات العناصر اللي بندور عليها في كل بيت اللي هو نبقى صادقين ان احنا ممكن نحلها ازاي. يعني انا بحب قوي ان بقى في دراما فتطرح المشكله والحل وليس المشكله بس او السلبيات بس. رايي يقول لك ايه، مش دور الفن ان هو يطرح الحلول، يعني هو دوره ان هو يتكلم يناقش القضايا. ايه رايك في ده؟ لا بالعكس، انت طالما داخل البيت لغايه عندهم هم قاعدين يتفرجوا عليك ومش مستنيين سلبيات، احنا مش ناقصين احباطات، احنا شايفين همومنا ويعني الكيل فاض، عايزين بقى اللي يرشدنا مش كده؟ طبعا اكيد اكيد، وده انا اعتقد ان دور الدراما دلوقتي والسينما اعلى بكتير من زمان، ان احنا خلاص سلبيات خلاص تطرقنا وقلنا فيه ما كلنا عارفين. على رايك الكل بقول لك الفن للتسليه، يعني مجرد التسليه، لا دي رساله، دي رساله ما كانش الدخل القومي الامريكي من السينما المصري لغايه فتره مش بعيده كان تاني بعد القطن كان مصدر للدخل على 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 دوله عظمى، يعني دوله عظمى الاساس بتاعها هما حاجتين السينما والسياحه. احنا للاسف
لا هو في حاجة هي رقم واحد بس مش عايز أقول عليها بالنسبة لأمريكا. يعني عارفاها طبعا. أوكي. طيب قولي لي بقى يا أمل، يعني أعمال كتير فعلا أوجدت حلول وغيرت قوانين طبعا، زي مثلا أريد حلا، جعلوني مجرما. جعلوني مجرما طبعا أكتر عمل من وجهة نظرك قدم حل. وفي أنا بعتقد إن فيلم أريد حلا ده عمل كيان للمرأة لا لا محدش كان يحلم بيه. في برضو اعتقد مش فاكره الاسم قوي بس في قانون عمل اللي هو ان ولاد المصريات ياخدوا جنسيات مصريه، وده كان من ربع المستحيلات. كنا انا قعدت اسمع عنه بقالي يعني من ساعه ما اتولدت مثلا بتاع، والناس تعيط وناس تموت نفسها، وكل ما جت تتجوز الواحد الناس بتعيط عشان ولادها مش عارفين ياخدوا جنسيه. واحده اتجوزت مثلا واحد مش مصري وولادها معاهم في مصر مش عارفين يعيشوا في بلدهم اللي اتولدوا وتربوا فيها. فده كان قانون مهم جدا. يعني في كذا حاجه عملت تحول في حياه الاسر. شخصيا نفسك تعملي ايه في عمل فني تغيري مشكله موجوده او وضع قائم في المجتمع المصري والعربي؟ سواء بعد المراه او بشكل عام. بشكل عام هو الموضوع بشكل عام بس هو صعب، مش عارفه، عشان بحس ان ده نابع من الضمير الداخلي لكل بني ادم. يعني في سلبيات كتير قوي، يعني في ناس خلاص هم دلوقتي بقى بيعملوا، انا عاجبني بيعملوا اعلانات دلوقتي ترشيد وتوعيه، اللي هو طبعا العظيمه اسعاد يونس بتعملها وبتقول لي اللي هو انت شايف نفسك كده صح، ده من اروع ما يكون اللي اتعمل. انا نفسي اعمل بقى عمل درامي يقول ده. لو بصيت لنفسك في المرايه هي دي البدايه. بالظبط، نفسي اعمل عمل كده. معرفش ايه مضمونه، طبعا لازم يكون سيناريست عنده ضمير بيحب البلد دي بجد. لازم يكون عنده ضمير عشان يدعو للضمير. بالظبط، وبيحب البلد دي بجد. بس يعني محتاجه حاله حب، يعني ممكن نعمل عمل نسميه حاله حب ومضمونه يبقى كده، بص لنفسك في المرايه عشان تبقى دي البدايه. يعني ده تحيه مني وتقدير للعظيمه اسعاد يونس. طبعا تحيه مننا كلنا وتحيه ليكي يا أمل، لأنك من الفنانات الملتزمات دايما بتقدمي أدوار بتفيد المجتمع، ولو مش هتضيف على الأقل ما تاخدش من رصيدك. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. أنا اللي بشكرك وبرسي، ودايما معانا في كل خير، وربنا يقدرنا. مرسي يا حبيبي. مليون مبروك على التكريم. الله يبارك فيك يا رب. مرسي يا حبيبي.